بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب قالوا لينكس. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى. امس عيد الاضحى بس عاد خلاص. المهم اليوم بكلمكم عن اداة ارب سكان. اوكي، الاداة هذه تستخدم الارب اوكي كيعني تقدم اختبارات للشبكة والى اخره. عموما هي بشكل عام هي الفحص الشبكة. زين طيب ايش راح تستفيد من هذا الدرس؟ راح تعرف الاي بيات او الاجهزه المتصله معك بالشبكه، تعرف الاي بي وتعرف الماك ادرس وتعرف المصنع الخاص بالماك ادرس. يعني الفائده من المصنع اسم الفندور هو انه تعرف ايش هو الجهاز تحديدا. تمام، انه والله انا اعرف ان الجهاز هذا مثلا جوال مثلا، او اعرف ان مثلا اذا طلع انتل اعرف انه هذا الجهاز مثلا. تمام، طيب الاداه هذه لها اكثر من فائدة يعني، لكن بتكلم اليوم عن فحص الشبكة بس علشان الناس اللي عندهم شبكات كبيرة تبي تسوي فحص. طيب أول حاجة إيش من الأداة؟ قبل حاجة كذا كله بشرب شاهي، تو مزبط الشاهي. بسم الله. أيوه أصبر شوي. حلاوتك. طيب. المهم الأداة اسمها ARP Scan، هذا اسم الأداة ARP Scan. طبعا هي حزمة راح تحملها أنت بأي طريقة. شوف الوصف تحت فيه قسم للتوزيعات، حسب توزيعتك شوف إدارة البرامج كيف تقدر تركب الأداة هذه. بعد ما تركب الأداة كيف تقدر تستخدم الأداة؟ أول حاجة لازم تعرف إيش اسم كرت الشبكة عندك. غالبا يطلع اسم كرت الشبكة إذا كتبت F-Config بالشكل هذا، Enter. تمام، غالبا انه بيطلع اوكي، لكن خلينا نشوف بعض الاستثناءات الحين. تمام، هذا كرت الشبكه عندي اللي انا حاليا شغال عليه. طبعا ممكن يطلع عندك ثلاثه اذا كان عندك مثلا لابتوب، بيطلع عندك اللي هو دبليو لان اوكي، لكن على الارش لينكس هذا اسم الشبكه. طبعا بالتوزيعات الثانيه اسمه ايذر اوكي، اللي هي تي اتش صفر ماشي. رح ناخذ اكثر مثال، لكن في بعض التوزيعات ما يطلع شيء اذا كتبت اف كونفج. ايش راح تسوي؟ احيانا تحتاج تكتب اسبن اف كونفج بالشكل هذا اوكي. طبعا هذه اف كونفج على الديبيان اوكي، او انك تكتب سودو اف كونفج بالشكل هذا. احيانا يكون ما عندك صلاحيات انك تستخدم الاف كونفج، يقول لك نوت فاوند. طيب وبعدين اوكي، احنا الحين راح ناخذ هذه اف كونفج اوكي، نظرا لاني انا استخدم هذه الاداه الحين او استخدم هذا الكرت نسخ ماشي. طيب الآن راح نستخدم الأداة، نكتب ARP Scan. طبعا علشان أنت ما تنسى ممكن تستخدم على طول مباشرة، تدخل كروت SU لأنك ما تقدر تستخدم كرت الشبكة أو تفحصه بدون ما أنك تصير معك صلاحيات روت. طيب عشان نفتك من الخرابيش هذه، الآن نكتب ARP Scan. خلي كبر الخط شوي. تمام، ARP Scan، ندخل على Help عشان نشوف إيش الأشياء اللي ممكن تطلع لنا هنا ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين حاجات كثيره جدا مفيده ترى جدا جدا. وبالمناسبه انا تركت لكم تحت اللي هو الموقع حق اللي الاداه اللي حاب يستزيد. طيب الحين كيف اقدر اجيب الاي بيات المتصله معي او الاجهزه المتصله معي بالشبكه؟ اكتب ARP Scan بالشكل هذا ناقص كابيتال اي اوكي، بعدين الصق اسم كرت الشبكه عندك ناقص ال اوكي. هذا ايش راح يسوي؟ هذا يقول لك هذه الانترفيس اوكي، راح نبحث باللوكال نت بالشكل هذا، انتر. زي ما انتم شايفين الان بدا يطلع عندي الاجهزه. طبعا لو عدت الفحص اكثر من مره احيانا بعض الاجهزه تفصل وترجع، خاصه اللي هي اجهزه الواي فاي اذا كانت اجهزه ذكيه. يعني الان اعتقد انه غير متصل هذا، لكن خلونا نجرب نفتح هذا ماشي اللي هو جوالي هنا. اوكي اعتقد انه اساسا متصل، ممكن يكون واحد من ذولي هو ماشي. فانت بالطريقه هذه قدرت انك تعرف هذا الاي بي، هذا الماك ادرس، وهذا الانتل كالبري اوكي. يعني 100% انه مو بهذا الجوال ولا هذا اوكي، يمكن يكون واحد من هذولا اوكي. طبعا عاده يكون اخوي متصل بالشبكه معي لكن اليوم ما لقيته. تمام، لان القى جهاز اسمه اتش تي سي اوكي. الى هنا انتهى الدرس اليوم، ما ادري اذا في جهاز ثاني نجرب عليه. لا خلاص انتهى الدرس، هذه فكره درس اليوم انه كيف نسوي فحص بالARP Scan. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. في امان الله.